اللي هو الزراعة اللي بيخص القطاع الخاص من البنك الأوروبي، ولذلك احنا كتير من التمويل اللي هو من محفظة جمهورية مصر العربية، زي ما احنا بندي تمويل للحكومة لتأسيس بعض المشاريع التنموية، احنا حريصين برضو على ضخ استثمارات أكبر وإتاحة التمويل الميسر لهذه الشركات الخاصة. وطبعا زي ما أشار الممثل من البنك ومن القطاع الخاص، إن احنا من ضمن الأولويات الفترة القادمة هي برضو الأغذية الزراعية عموما والزراعة، التنمية الزراعية عموما، بالأخص القطاعات اللي هي موفرة للمياه واللي هي يعني استخدام أفضل المياه، لأن احنا البعد البيئي والبعد المناخي وكلها بنحطها في الاعتبار. عشان كده دايما بنقول مش أي استثمارات، نوعية الاستثمارات بتهمنا، الاستثمارات اللي هي بتكون موفرة لفرص العمل، الاستثمارات اللي هي بتزود الإنتاجية، اللي بتضيف تكنولوجيا حديثة لبلدنا، القطاعات اللي هي هتشجع الصادرات المصرية وبالتالي بتدخل العملة الأجنبية، وفي الآخر بتساهم بطريقة كبيرة للنمو الاقتصادي. شكرا ليكم، وممكن معنا زملاء من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والمستثمر من شركة ألموند، لو عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة تحبوا تطرحوها. شكرا ليكم. Thank you.